ملزم بتثمين ممتلكات جامعة الدار البيضاء. وما إلى غير أخت ملكة مزور ملزمة بتحصيل الإشهار، مداخل ديال الإشهار، مداخل ديال وسائل ديال المواصلات. فشكرا لكم جزيلا، هذه حقيقة، وهذه الحقيقة راها في لوجيغ، هذه راها في لوجيغ، ما كنجيبهاش من عندي. دخل الميزانية ديال الخزينة العامة وغتبان لك. لا خصني نشرح، لا خصني نشرح. حاجة أخرى، اليوم خصنا نكونوا سعداء. السي حكر هادشي راه خصو يفرحك. مدينة الدار البيضاء تتحسن يوميا. هادشي اللي وصلنا ليه اليوم من إنجازات، من مشاريع، منين جات؟ كتقول لي برنامج العمل؟ ما فيش في الميزانية برنامج العمل. إذن على أي هذا اكزاكتومون، الأرقام تتكلم عن نفسها، وهذا واقع اليوم. الحمد لله للساعة اللي كنتكلمكم معها، مداخل وصلات الأربعة ديال المليار و400، وخصنا نجتهدوا باش نكملوا 4 المليار و600 من هنا لآخر السنة، باش نبقاو في الالتزامات ديالنا. الميزانية المعتمدة إن شاء الله في غضون 2025 5 ديال المليار و40 ديال المليون، فيها 600 مليون ديال التجهيز، واللي غتصب كلها في ميزانية في برنامج العمل. اليوم ينزل على الواقع وبيضاويين كيشوفوه، منتزهات، طرق، مداخل مدينة الدار البيضاء، محطة إعادة تحلية، سخي بالماء، المياه العادمة. وهادشي كله ماشي برنامج عمل؟ ها ولا واه، هادشي راه كله برنامج عمل. راه ديجا 100 اللي موقعة، الله يخليكم. نقطة 80، نقطة 80 من فضلكم. بشرى، بشرى كتجز. نقطة 80 موافقون، نفس عدد عبد الصمد. الموافقون على النقطة 80 يهزوا يديهم. الممتنعون، 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 الممتنعون. راه السلطة معانا وكتحسب. الممتنعون، الممتنعون. نقطة، رانا زايدة في التصويت. نقطة 82، 82، 82. فين وصلنا؟ 82، نفس العدد. نقطة 82، نقطة 82. نقطة 80. والله يخليكم، حنا راه غنزيدوا، لا بغيتوا تبقاو تما بقاو. الممتنعون، هزوا يديكم إلا كنتم ممتنعين، ممتنعين، معارضين، معارضين. يلا اون افونس. نقطة 80، نقطة 80. المصوتون بنعم. فكنسجلوا في الملاحظة، ما كنسجلوا في الملاحظة. عطيتي ملاحظة أسجلوها.
ليست لك هذه الصلاحية باش تقول يا عزو الحساب. الله يرضي. نقطة 80، المصوتون بنعم. نقطة 80. الممتنعون على النقطة 80. عبد الصمد كتضيع الوقت. نقطة 80، المصوتون بالرفض. معارضون معارضون معارضون. ما ممتنع ما معارض سوف أسجل الموقف. نقطة 82. نقطة 82. نفس العدد. الشرامي دوز من هنا، راه كيحسبوك معاهم. دوز من هاد الجهة. نقطة 82. وكيحسبوا انا دارني راسي. نقطة 82. نقطة 82. انضبطوا الله يخليكم للقاعة. انضباط اخوان، انضباط. الله يخليكم. ننضبط فريق العدالة والتنمية. جلوس من فضلكم. يجب الانضباط من فضلكم. يجب الانضباط. لاش واقفين؟ لاش واقفين؟ ودابا جلسوا. جلسوا من فضلكم. تفضل نقطة نيضة. خليه يدير نقطة نيضة. جلسوا الله يرضي عليكم. وجلسوا جلسوا. احنا غاديين احنا غاديين. ايه بشرى من فضلك. ما غنعطيو. بغى يقول لك ما كاينينش 52. وهو غير مؤهل باش يدير الحساب. في دقيقة واحدة عبد الصمد. دقيقة واحدة. يلا تفضل. السيدة الرئيسة، أنا إذا كنت غير مؤهل أنا كنتحداك قدام الصحافة. أرنا بيان تنفيذ ميزانية 22 وبيان تنفيذ ميزانية 23 والوثيقة ديال الخازن ديال صرف الميزانية إلى حدود 30 شو تنبير. واجي نحسبوا انا وياك ما غنلقاوش الرقم اللي قلتي. ثانيا حنا نقص النظام ديالنا. كنقولوا لك نقص النظام سيده الرئيسه. الله يخليكم الله يخليكم. هالاخوات هالاخوات. واش دابا واش دابا الدار البيضاء كتستاهل منا نبداو 52 65 75؟ راه كاين نقاط مهمة واليوم الرهانات كبيرة. الله يخليكم الله يخليكم. راه العدد لا يهم سي عبد الصمد. لا كيهم. ما كتهم. اسمعي ليا، ياك عطيتيني نقص النظام التداول فيها. ياك عطيتيني نقص النظام. هذا خير على مشاريع كبرى. ياك عطيتيني نقص النظام. الدار البيضاء كتستاهل منا. واش عطيتيني نقص النظام ولا لا؟ واش عطيتيني نقص النظام ولا لا؟ الدار البيضاء تستاهل منا اننا نترفعوا على الاعداد. سيدة الرئيسة اذا سمحتي لي عطيتيني نقص النظام. اسمعي لي، القانون التنظيمي القانون التنظيمي يشترط. مدينة الدار البيضاء تنتظرنا. الساكنة كتنظرنا نستخرجوا المشاريع. واش حنا جالسين هنا واحد جوج ثلاثة وحشومة؟ خصنا السيدة الرئيسة القانون. نحن نعتذر البيضاويين على ما السيدة الرئيسة. أنا ما كنقولش شي حاجة من عندي. القانون التنظيمي كيلزمك باش قرار مقرر ديال حل شركة من محلية خصو يكونوا فيه على الأقل الأغلبية المطلقة أعضاء المزاولين. ثم أعلنتوا على رقم ديال 76. أنا كنقول لك هذا الرقم ما كاينش. صافي التحق بالمقاطع. لا ما سمعتوش ليا، خصكم تسمعوا ليا. سمعناك سمعناك. لا اسمعي ليا. سمعناك ولا غنحيدوا الميكرو؟ صافي حنا في الصويت. صافي سمعناك. السيدة الرئيسة. لا ما سمعتينيش كنقول. لا سمعتك. لا اسمحي ليا. نمروا من فضلكم إلى التصويت. أنا كنطلب منك تعاودي الحساب لأنه العدد اللي صوت على هذا المقرر ما كيستجبش للقانون. القانون
كيلزمك بالاغلبيه المطلقه الاعضاء المزاولين اللي هما 66 ثم اعلنتوا على 76 ما كاينينش. هذا التزوير انا كنطلب هذا الشيء يكون في المحضر. انا كنتهمكم بالتزوير. هادشي كله دارتو 5 المليار. يلا الله يخليكم، التزموا الهدوء السيدات والسادة الأعضاء من فضلكم. نمر إلى النقطة 82، المصوتون بنعم. نفس العدد، الرافدون نقطة 82 والنقطة 82، رافدون ولا ممتنعون ولا نقطة 82 نقطة 82. واخا وقول لي بغيتي ما كاين مشكل، سمعنا لك سمعناك دابا غتصوت على نقطة 82 ولا غتعارض؟ معارض نقطة 82 نفس الصويت. نقطة 84 موافقون. معارضون نقطة 84 لا قلناها. لا سمحوا لي 82 راه هي اللي قلنا غادي. لا 82 لم تؤجل، دوختيني الله يرحم باك عبد الصمد لما جلس. 82 غنفسرها، الا ما فسرتوهاش في اللجنه وكنظن انها تفسرات، كان خصنا نخلصوا بيان سور اللي غادي يجي يدير لوديت فينانسي باش يمكن لينا جوستومون نوجدوا لو كاييي تشارج. كانت فيها 400,000 اضافيه هي اللي دوزنا دابا. دونك المصوتون على النقطه 82 هي هادي. لا مزيان الشرح، راه الشفافيه ما كنخبيو حتى حاجه. المصوتون على النقطة 82 النقطة 84 وعبد الصمد النقطة 84 المصوتون بنعم نفس العدد. الرافدون قلتيها سمعناك. الرافدون النقطة 84 مي ما كتمتنعش كترفض صافي رافض. نقطة 85 المصوتون بنعم. نقطة 85 نقطة 85 المصوتون بنعم. نقطة 82 فريق شكرا صوتي ومعنا بنعم شكرا. لا كيدوي على بوسرة كيدوي على التصويت الله يخليك. نقطة 85 نقطة 85 مصوتون بنعم على النقطة 85 85 نقطة 85 من فضلكم السكوت من فضلكم. ودابا اش يجي نقول لك راه نقطة 85 من فضلكم. مقاطعة سيدي مومن موافقون. الموافقون ما عندكش الحق سميرة تكلمي. من فضلك الله يخليك حتى انت ما عندكش الحق. مقاطعة سيدي مؤمن انا بريجا. مقاطعة عين سبا. سيدي مؤمن Thank you.
الله يخليكم الله يخليكم. سيدي مؤمن موافقون بمقرريهما معا؟ الموافقون الموافقون ديال لو موا 6 وديال لو موا 9 الموافقون ممتنعون معارضون موافقون على المقرر ديال شهر 6 رافضين المقرر ديال شهر 9 ايوا الحمد لله على السلامه. دونك نفس العدد مقاطعه عين السبع مع عين السبع شكرا اجماع مقاطعه سباته مقاطعه سباته سباته الحياه سباته الحياه هتصوتوا الحياه. انا لست رئيسه لجنه الماليه سباته ضارك في راسك ونزيد لي بوان دانتيغوغاسيون بقى ضارك راسك مقاطعه سباته. انا انتمي الى مقاطعه سباته دونك الرئيس ضار في راسه ما كاين باس ديال شهر 6